أيتما بسنا تفاوين عسى ذا ونوي خبيدي نتعنو إغزر نسبو ليزريد برناس نغرم قنيترا. إخواني أخواتي صباح الخير، اليوم ستشاهدون معي نهر سابو يمر في وسط مدينة القنيطرة. نحن وصلنا إلى منطقة تسمى منطقة الصياد. لازلنا في منطقة الصياد. ينسولك ثمنات من الصياد. تشاهدون الآن المقاهي على ضفاف نهر سابو. لترى عام منيك زرين ميدان نسين القهوة منيك قد جنسلان قاعات الأفراح. كذلك توجد هناك قاعات الأفراح على ضفاف نهر سابو.
هناك كذلك الكلاب، هذا هو نهر سابو يمر وسط المدينة القنيطرة، هو يصب في المحيط الأطلسي. نتجه الآن نحو وسط المدينة القنيطرة. نحن قادمين من جهة واد سابو إلى وسط مدينة القنيطرة. لنداد كثمنات يغزر سبو، لنداغر ورماس نغرم القنيطرة. ده هنا ويخا قيدي أطرع عامشان شوي. نحن في شارع محمد الخامس وسط مدينة القنيطرة. الآن نحن نقترب من المدينة القديمة.
هذه المنطقة هو وسط المدينة القديمة. بجانب سوق الذهب ومحطة الحافلات القديمة. إخواني أخواتي، ستشاهدون عش المقلاق والقنيطرة، معروفة ومشهورة بالنقالق. هناك أعشاش النقالق، ترى عامل عش برار. على ضفاف نهر السابو تجدون عدة مقاهي ومطاعم. كما تشاهدون نهر سابو يمر في وسط مدينة القنيطرة. هناك عش للنقلاق
نحن دائماً على ضفاف نهر سابو، لانسول، جيديسان، أسيف نسابو. أغزر نسبو دائما على ضفاف نهر سابو، كورنيش نهر سابو. كما قلت ستجدون أماكن للترفيه، أماكن للمطاعم، أماكن لأين يمكن لكم أن تتجولوا وتخرجون أطفالكم لقضاء وقت ممتع في الملاعب الموجودة على كورنيش نهر سابو. هناك كذلك قاعات للحفلات على ضفاف نهر سابو. ماني قد جين مدن إسلان إورونسن من خطرار دراري مزيان فراخ مزيان. من خطوين رون نون افتشين الزرين شال الوقت يزيلن خنيدة ديسن. مكان لقضاء وقت ممتع مع أسركم على ضفاف نهر سابو. تنمير في جوثن أي ثماد استماع. شكرا لكم جميعا لتتبعكم معي هذه الفسحة الشيقة على ضفاف نهر سابو الذي يمر وسط مدينة القنيطرة. تنميرت.